أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان لديه موعد في مكة ويخشى من فوات طائرته، ويقول إن فرغت ذهبت إلى أداء العمرة ولم يؤدي العمرة، كيف لم؟ شلون لم؟ يقول: من كان لديه موعد في مكة ويخشى من فوات طائرته، ويقول إن فرغت ذهبت إلى أداء العمرة من أدنى الحل. يقول إن صار عندي سعة أديت العمرة، ها؟ إي نعم. وما صار عندي سعة ما هو لازم، ها؟ إي نعم. أي ويش؟ ذهبت إلى أداء العمرة من أدنى الحل، وإن لم أفرغ رجعت إلى الرياض. إذا حصل عندك فرصة وأنت ما نويت العمرة إلا من مكة وحصل عندك فرصة تخرج إلى التنعيم أو إلى الجعران أو تحرم بالعمرة، أما إذا ما حصل عندك فرصة فلا حرج عليك. نعم.